نرحل من النهي أيضا؟ قولوا إننا مهزومون إذن، وإنه يطاردنا. شيبون، تعلم كيف تتكلم في حضرة من هم أكبر منك يا شيبون. سأكمل كلامي إذا سمح لي والدي. طبعا سيظن الزير كما ظن ابن أخي أننا هربنا، فإن اكتفى بمكان اكتفينا، وإلا فسيأتينا وهو يظن أننا خائفون منه. عندها سيجد المفاجأة التي لا يتوقعها. وما هي المفاجأة؟ المفاجأة هي أنه لن يفاجئنا. ثم وبما أنها الحرب فلتكن حربا كما ينبغي. إن العرب ليست كلها مع التغليبيين. سنتصل بالقبائل التي تناصرنا ونطلب منهم إرسال مقاتليها لنصرتنا. نعم الرأي يا بني. نرحل غدا إذن، ونرسل الرسل غدا أيضا. إذا كنتم ستؤجلون حربكم فأنا لا أؤجلها. إلى أين يا شيبون؟ إلى أين تريدنا أن نذهب يا جساس؟ إلى وادي الحصى والجندل. ألم تقتل كليبا هناك؟ هناك نبع ماء نستطيع الاعتماد عليه. وكأنك تريد أن تستدرجه إلى هناك. اذهب أنت إلى ما طلبته منك واترك هذه الأمور علي. ما هي اللعبة التي تريد أن تلعبها يا جساس؟ إنها الحرب. أما بلغك من قال إنها لعبة الكبار؟ ها نحن كبرنا وسنلعب لعبتنا.